شاهد طبيعية خلابة صنعتها الثلوج المتساقطة على قمم شرعة التي اكتست حلة ناصعة البياض لتمنح عشاقها موعداً للمتعة والفرح. تم هنا والجوية لبنا تلجي يطيح، طلعنا في الليل وبتنا هنا في الشالي وبيت يطيح، وكل عام مربوح إن شاء الله هكذا. بس عجبنا الحالة، شوف الحالة الثلج، العائلة فهمنا احنا مع أصحابنا وجينا مع بعض قاع، جبنا ثاني الإناث ذكر كارو جينا يقروا معنا في البيت، جيتوا؟ ايه جينا في البيت مش رشاد. أجواء مليحة ومناظر شابة. كما تعرفي موريطانيا ما فيهاش ثلج، ورانا جينا هنا بنشوفوا تجربة مليحة. جيت هنا لسريعة باش نحي شوية على خاطر اخت الغمة في الدار. تساقط الثلوج فرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة وسانحة يستغلها السكان المحليون عادة لكسب الرزق. أنا ولد شريعة، أنا خدمه صافي في بريوت تاع الشتاء وتاع الثلج، الحمد لله يا ربي. ذكرى هو طاح لنا الثلج تما، إن شاء الله تكون عام خير إن شاء الله. نمارسوا رياضة المشي، معاها عندنا روبوازمون ونيتواياج تاع المحيط.